السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية إزالة الخلايا الفارغة بين القيم والنصوص في برنامج الإكسل. في حال قمت بنسخ بيانات أو أسماء من برامج أخرى مثل متصفح الإنترنت أو برنامج الوورد، تلاحظ في بعض الأحيان وجود فراغات ما بين البيانات التي قمت بنسخها، كما تلاحظون في هذا المثال عندنا مجموعة من الأسماء، تلاحظ وجود فراغات بين هذه الأسماء. في حال أردنا أن نقوم بإزالة هذه الفراغات، الطريقة اليدوية هي أن تقوم بالذهاب إلى هذه الخلايا الفارغة وتقوم بتظليل الصف، ثم تقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس وتختار ديليت، وهكذا مع كل الصفوف الفارغة. لإزالة هذه الفراغات بشكل تلقائي نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب هوم، ومن مجموعة Editing نذهب إلى Find and Select، ثم نختار Go to Special. تلاحظ ظهور هذه النافذة، نقوم باختيار Blanks ثم نضغط على موافق. تلاحظ أنه بشكل تلقائي تم تظليل الخلايا الفارغة. نقوم بالذهاب إلى أحد هذه الخلايا الفارغة المضللة، ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار ديليت. تنبثق لنا هذه النافذة، نختار انتاير رو ثم نضغط على أوكي، فيتم بشكل تلقائي التخلص من الفراغات الزائدة. لتكرار العملية ولكن هذه المرة بالنسخة العربية، نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب الشريط الرئيسي، ومن مجموعة تحرير نذهب إلى بحث وتحديد، ثم نذهب إلى الانتقال إلى خاص. تنبثق لنا هذه النافذة، نافذة الانتقال إلى خاص، نقوم باختيار الفراغات ثم نضغط على موافق، فيتم بشكل تلقائي تظليل الخلايا الفارغة. نقوم بالذهاب إلى أحد هذه الخلايا الفارغة المضللة، ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار حذف، ثم نقوم باختيار صف بأكمله، ثم نضغط على موافق، فيتم بشكل تلقائي حذف الخلايا الفارغة. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.